استقرارها وأمنها وأمانها. تتقبل الكل ولا في بعض الناس لن تتقبلهم ولن تتحدث معهم، ولا الكل تتقبله؟ لا لا لا، أنا بتكلم على المعارضة الوطنية الموجودة في الداخل. نعم، في نوع من أنواع الحدة، يعني كمثال مثلا، وده بينعكس بقى على ملفات تدخل في السياسة الداخلية، زي موضوع الحبس الاحتياطي مثلا. نعم، ده موضوع شائك جدا. نعم، يستمر ولا ما يستمرش؟ لا، ولا في بدائل مطلق ليه؟ هناك بدائل. احنا بقى بنبرع في هذا ان احنا بنقدر نخلق طريق ثالث. نعم، وعشان المواطن ما يفهمش غلط، ما يفتكرش ان الطريق الثالث معناها مسك العصايه من النص. من يمسك العصا من المنتصف لا يتخذ قرارات ولا يبدع ولا يبتكر. نعم، ولكن طريق ثالث معناها ان فيه طرف عاوز يلغي خالص الحبس الاحتياطي. نعم، وهناك طرف يرى انه لامن المجتمع وامانه. نعم، لابد من الابقاء على الحبس الاحتياطي. الطريق الثالث بقى اللي هو الابداع والابتكار، ان احنا كيف نحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، ما يبقاش باعداد كبيره. اللي يرتكب جريمه عمل فيه ايه؟ ما انا جاي لسيادتك بقى. فكرنا احنا عباره عن ايه؟ ان المشرع فلسفه ده اجراء احترازي. فلسفته هو لما يكون في تهم وجرائم فيها عنف او تحريض على عنف او جرائم خطيره. نعم، مثل القتل، السطو المسلح، الاغتصاب، ترويج المخدرات. نعم، الجرائم الكبرى. الشائعات اخبارها ايه؟ جاي لحضرتك. اتفضل. جاي لحضرتك. اتفضل. اللي هي زعزعه استقرار. نعم، الدوله. الدوله. نعم. طب. احنا دي تقديريه للقاضي بقى، القاضي هو اللي يشوف، لان مش كل حاله زي بعضها. نعم. النهارده احنا عندنا الاجراءات الاحترازيه، بنتكلم على الجرائم الكبيره دي. لابد. ليه بقى؟ لان في فلسفه هنا في الاجراء الاحترازي. ان هو الى ان يفصل القضاء في امره، سواء كان بريئا او مدانا. نعم، ودي معمول بها في اعتى الديمقراطيات، زي امريكا، انجلترا فيها حبس احتياطي، كل الدول الديمقراطيه فيها حبس احتياطي يعني للجرائم الكبرى. نعم، اللي هم بيخافوا من ايه بقى؟ ان هو اذا ترك طليقا او خرج بكفاله. نعم، وهي احدى الاجراءات. نعم، قد يعيد من تكرار ارتكابه لنفس الجرم فيدفع المجتمع ثمنه. نعم، فلحماية المجتمع بيتم. نعم، حبسه احتياطيا. نعم، وهناك تهم لا يشوبها عنف ولا يشوبها تحريض على عنف، ودي تقديرية للقاضي. على سبيل المثال ايه؟ حاجات كتير قوي، يعني في حاجات تبقى كونترفيرشول، يعني فيها خلاف في الرأي. فإحنا بنقول إيه؟ إن إحنا هندخل وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة في منظومة العدل وإنفاذ القانون. نعم، بحيث إن إحنا هنحط كمان إجراء جديد يندرج في صرامته ما بين الإفراج بكفالة وما بين الحبس الاحتياطي، ونتركها تقديرية للقاضي. القاضي إيده مغلولة. طب ما هو بيعمل كده القاضي دلوقتي. لا، بس في حاجات ما يقدرش يقولك، ممكن يهرب. نعم، دي بقى من السفر، ياخد اجراء منع من السفر. مش شرط. بيحصل بقى. لكن دي لا، دي هتبين مكانه، ده بيحدد له كمان هتعمل له ايه؟ مكان الحركه، سلسله ولا حديده ولا لا لا لا، اسوره القدم الالكترونيه معمول بها في الخارج. نعم، وهي مكلفه شويه. نعم، ولكن انا اتكلمت مع شركائنا الدوليين وبالذات الاتحاد الاوروبي، لان كعلاقات خارجيه في عندنا برضو بعض المشاكل، بنعاني في علاقاتنا الخارجية من بعض الانتقادات في هذا الأمر، التوسع. نعم، احنا مش بننتقد ان عندنا حبس احتياطي. نعم، بننتقد من التوسع في الحبس الاحتياطي. لا، هم ينتقدون على كل حاجة، معلش، ولكن احنا يهمنا بيدعموا ارهابي، يعني بيقول لك فلان ده طلعوه ده ارهابي، ارتكب عمليه. مش بالضروره إرهاب. يعني انت بتتكلم على بلد معينه او كده؟ لا، مش بتكلم عليهم كلهم. لا، بلاد كل في بلاد وأمريكا. يعني تربطها بينا مصالح كبيره، ومصر لها مصالح كبيره. كويس. مع هذه الدول هنتكلم عليهم، شراكات معانا. ولكن خلينا دلوقتي في الحبس الاحتياطي. هنعمل سوره الكترونيه بالظبط. وكمان بتقدر تحدد نطاق اللي يقدر يتحرك فيه. ممكن يكون يبدا من منزله وما يطلعش بره نطاق منزله. نعم، وممكن يكون نطاق الحي. نعم، ممكن يكون نطاق القريه. نعم، او المركز او المدينه او المحافظه. نعم، فكده انا اطمنت ان هو مش هيهرب. بعض المعارضه قالوا خلوها اسوره اليد. انا رفضت هذا الكلام، وانا
قلت لابد ان تكون اسوره القدم، لان اسوره اليد تفرق في ايه؟ لو كسر العظمه دي اسوره اليد انا ما بشوفوش كاميرا فيديو، انا بشوفه الكترونيا، المنظومه بتشوفه الكترونيا، تتبع تتبع بالظبط كده، فيسيبها وهو مش موجود. نعم. وراح وخرج خارج النطاق المحدد له وانت شايفه ان هو موجود في البيت. نعم. اما القدم لا، ما لهاش حل، فعشان كده بنقول اسوره القدم الالكترونيه. فده جزء الخاص بالحبس الاحتياطي، ملف الحبس الاحتياطي اهو، ده طريق ثالث. نعم. ان هو ان احنا نقدر نعمل انفراجه شويه في هذا الموضوع. نعم. واحنا ما عندناش انفراجه في الملف ده، الحبس الاحتياطي. في اللي هو العفو والخروج ومزيد مزيد مزيد. نعم. ومش هيضر الدوله، لكن مش الغاء الحبس الاحتياطي. لا، ما اقدرش الغيه. لان الجرائم الخطيره. نعم. انا ما اقدرش اعرض المجتمع لمثل هذا الخطر، ان يدفع ثمن خطر كبير لمجرد ان انا الغي اجراء احترازي له فلسفه في التشريع. طيب، هل مصر تحتاج الى تعديلات دستوريه؟ دستور قانون حاليا؟ لا، انا مش يعني لو كمرشح رئيس جمهوريه. لا، مش مرشح رئيس جمهوريه. كمرشح رئيس جمهوريه لا، انا مش، لا يعني شايف الدستور مش ازاي؟ الدستور ده يفضل زي ما هو، اعدل الماده 2، اخليه ازود. انا لست من هوات يعني التعديلات المتتاليه في الدستور. ليه؟ لان كلما كان الدستور مستقرا كلما كان ينم عن مجتمع مستقر، وده حصل عليه استفتاء وهو لاخره. يعني واحنا غيرنا مع المدد الرئاسيه، مع 6 سنوات مرتين تكفي. حد اقصى تكفي. 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 مش مع فتح المدد. لا لا لا، نعم، مرتين كفاية. ولكن في الاخر ده توجهي. نعم. ولكن لا أصلا أفرض على الشعب، لأن الشعب هو السيد، والشعب هو الذي يقرر، وأنا لا يجب أن أفرض على الشعب. ده عقد اجتماعي، العقد الاجتماعي هو للمجتمع وللشعب وللمواطنين، هم يقرروا. ولكن أنا إذا سئلت بمنتهى الصراحة، هل أنت من هواة تعديلات الدستور المتتالية والمتكررة؟ أقول لا. الشعب مش بيعمل، الشعب اللي بيعمل التعديلات يا اما البرلمان او رئيس الجمهوريه. ممثلين بالظبط. بالظبط. نعم. مين الممثلين عن الشعب؟ هم النواب.